يعطيكم العافية يا شباب، معكم توني نصر الله، فيديو جديد على قناتي على اليوتيوب Learn Civil 3D by توني نصر الله. بهذا الفيديو بدنا نحكي كيف نقدر أول شيء نعمل Assembly من خلال البولي لاين. أوقات بنطلب منا Typical Section مثل ما عنا الحالة هون لريتينينج وول، ما أنه موجود عنا باللايبرري. إذا جينا على Tool Palettes بالريتينينج وول، فتنا على Retaining Walls، ما أنه موجود عنا شكل هالريتينينج وول. فينا نعمله بطريقتين. في طريقة اللي هو اللي اسمه سب اسامبلي كومبوزر، وفي طريقة تانية هي بالبولي لاين. الفرق بيناتهم، بس لنحكي الفرق بيناتهم، اذا عملنا سب اسامبلي بالبولي لاين ما فينا نعمل تارجتينج. هلا رح نتعلم كيف نعمل سب اسامبلي واسامبلي يعني من خلال البولي لاين. بس خلينا نحكي عن الحالة اللي عنا اياها هون بالاول. عنا هيدا بالاخضر هو الارض الطبيعية، وطالبين منا، مطلوب منا نعمل حيط دعم بعلو 3 امتار مثل ما بين الدايمنشنز عندي هون على ديزاين هن عاطينا اياه. هذا كعب الديزاين، يعني الديزاين الاف جي الفينش جراوند اللي بدنا نشتغل عليها هي كعب الفوتينج تبع الريتينينج وول. فطالبين منا بعلو 3 امتار بالدايمنشنز اللي هي 50 سم سمك القاعده و50 سم من الميلي من الميلي، ويطلع طلوع بطول 3 امتار بس يوصل لهون على التوب تبع الوول. طالبين منا نعمل مثل تسوية ونستريت بعرض 6 امتار، وبعدين ينزل بسلوب 2 على 1 يتلاقى بالاكزيستنج جراوند. وين راح يكون عندنا حفر؟ راح نقول له يحفر. وين راح يكون عندنا ردم؟ راح نقول له يردو. وبطبيعة الحال عادة بس كون نحن عندنا ريتينينج وول او حيلا حيط لنقدر نحفره، بدنا نحفر بترانش. فهذا الترانش اللي عطينا اياه هنن قايلين لنا فيه انه الترانش دايمنشنز تبعه هي 25 سنتي بعيدة عن هيدي الفوتينج من هالميلة و25 سنتي من هالميلة، وعم يطلع الترانش بقيمة حفر 4 على 1 طلوع ليضرب بالاكزيستنج. ومطلوب مننا نحفر نحسب كمية الحفر وكمية الردم. خلينا نبلش سوا. أنا عندي مثال لهيدا الالاينمنت اللي هو هون، هيدا رح يكون اكس الريتينينج وول. نعمل له بروفايل الاكزيستنج جراوند هي باللون الاحمر، ومعطينا الديزاين اللي بدنا اياه، يعني بدنا نحفر على هيدا الليفل بعدين نركب الحائط. خلينا نبلش سوا. اول شيء نعمل ريتينينج وول، نعمل اسامبلي باي بولي لاين. انا اختصارا راح اوقف للوقت، راح اخذ هيدا اقول له كوبي زيحه على جنب. هيدا مفروض اول شيء يكون عندنا بولي لاين، هو ما هي بولي لاين. كيف بعمله انا هلا؟ بيجي لهون بقائمه هون، بيجي على كرييت ديزاين وبقول له كرييت سب اسامبلي فروم بولي لاين. لك وين هي؟ كرييت سب اسامبلي فروم بولي لاين. بكبس عليها، عم يقول لي سيلكت اللي بدك تعمل له انت. بيجي بكبس عليه، بعمل له سيلكشن، بيقول لي شو بدك تسميه؟ رح سميه R-W. هلا نحن بلشنا بخطوة نحول بولي لاين لأسامبلي. نحن مثل ما بنعرف السب اسامبلي هي فيها بوينت كود، فيها لينك كود، وفيها شيب كود. فخلينا نبلش نعرف له على البوينت كود بالأول. مثل ما انتبهتوا أعطاني بوينتس على كل تقاطع، على كل كسره بالحيط اللي عم نشتغل عليه بالريتينينج وول. نعمل كليك عليه هلا بيفتح لي الخصائص تبعه، الفيتشر تبعه. عم يقول لي اد كود، بقول له انا اد كود. عم يقول لي انتر كود، شو بدنا نسميهم؟ بلش بالبوينت، خلينا نسميهم باي سيكونس من واحد لاخر شيء. فاذا الاد كود رح تكون 1. عم يقول لي سيلكت بوينت او ليك او شيب. انا هلا بدي اشتغل على البوينت، بقول له هيدا. فاذا اذا بتنتبهوا اخذت غير لون، يعني صار في إلها كود. خلينا نكفي للكل. فإذا بنيجي آد كود بنقول له نحن هلا صارت هيدي 2، انتر هيدي، رجع 3، بنمشي للآخر.
وهيدي الستة يبقى عنا هيدي النمبر 7. هلا بنعمل select الاسامبلي اللي هو نمبر 8. هلا شو عملنا نحن؟ اعطينا كود للبوينت، بقي عنا كود لللينك، اللينك اللي هو between two points. فكمان نفس الطريقة هلا كمان بنقبص على البولي لاين اللي عملناه نحن، كمان بنلوقت كود. هلا بدي بلش اعطيهم انا لكل سكشن لكل لينك رح بلش التسميه A B C D. اوكي، فاذا بقول له A انتر. هلا هيدي اذا بنعمل اسكيب بتطلعوا كمان تغيرت لونها، هي صارت اخذه لينك. اذا بنقرب عليها بالكرسر تبع الماوس، فاذا لينك كود صار اسمها A. اذا قربت على البوينت اللي هون هيدي بوينت كود نمبر هي رقم 1. فاذا خلينا نعمل هلا كود لللينك، نقبس بنكفي اد كود. هلا عندي بي، هيدي رح تكون مع البي، كمان عمل انتر عمل سلكشن، هيدي السي انتر سلكشن، هيدي الدي انتر سلكشن، اي بي سي دي. هلا الاي كمان انتر سلكشن، ال ال اف يبقى عنا اثنين، هيدي جي وانتر هيدي الاتش. تمام، فاذا كمان اخذوا لينك. فنحن عملنا كود للبوينت، عملنا كود لللينك، بيبقى عنا كود للشيب. اول شيء خلينا نعرف الشيب وين، كمان نفس الطريقه كليك على هيدا الشيء اللي عملناه نحن، بيجي بقول له انا اد شيب، بيجي بعمل له سيلكشن. هلا راح يعمل لي اتش، فاذا هو صار شايفه از ا شيب. هيدا الشيب كمان انا بدي اعطيه كود، بكبس بيجي بقول له انا اد كود، الانتر كود راح اسمي ار دبليو. فاذا راح اسمي الشيب تبع ار دبليو راح اقول له انتر، وراح اجي بكبس على له وبقول له انتر. هيك انا صرت ريدي معرف هيدا البولي لاين، عرفته حولته لسب اسامبلي، عرفت الكود للبوينتس، كود لللينكس، كود للشيبس. بيبقى عندي شغله وحده اللي هي اهم شيء، انا الريجن تبعه وين، يعني انا بس بدي استعمله بالاسامبلي اجي اعمل له موف هيدا على الاسامبلي، في بوينت اوف انسرشن يعني وين بدنا ينزل. بما انه هن طلبوا منا، اذا بنرجع لهون طلبوا منا قالوا لنا انه الديزاين رح يكون معنا بالكعب، فنحن رح ننقي المد تبع البيز تبع الفوتينج هي تكون معنا الاوريجين. فبيجي بكبس انا هلا على هيدا، بيجي بقول له موديفاي اوريجين، عم يقول لي وين بدك تحط الاوريجين، رح اقول له مد واجي وقف عليه. فاذا بصير اعمل له سيلكشن، صارت الانسرشن بوينت تبعه عظيم. وهلا نحن هيك نكون صرنا ريدي، نجي نعمل اسامبلي، بنعمل كرييت اسامبلي بنسميها ار دبليو، بيجي لهون بيجي خليني انزلها مثلا هون. هلا بكبس على هيدا اللي عملته انا، بيعطيني اد تو اسامبلي، شفتوا وين بكبس اد تو اسامبلي وبعمل سلكشن على الاسامبلي، صار عندي هو وين على الاسامبلي. هلا لنكفي المرحله الثانيه اللي هن قالوا لنا في عندنا ترانش، هيدا الترانش اللي عندنا اياه اللي هو 25 سم شمال 25 سم يمين، وهيدي مترين يعني صار عرضه مترين ونص، والسلوب تبعه 4 على 1. خلينا نعمل هلا ترانش، بنيجي نضوي الطول باليت، بنيجي لهون على على الترانش بايب، بنيجي بنقي ترانش بايب اللي هي هيدي، بنعمل لها سيلكشن، بسكر هودي وبيجي انا بنقي وين بدي اياها تنزل على الاسامبلي، نزلت معي هون. هلا خلينا نفوت نعمل لها اديت للباراميتر تبعها، بكبس عليها رايت كليك سب اسامبلي بروبرتي، هي ترانش بايب الباراميتر هي عرضها 6 امتار، لا مثل ما نحن قلنا، مثل ما نحن قلنا لنرجع نتاكد قلنا انه هي عرضها 3 امتار مترين ونص، و25 و25 عرضها مترين ونص. بيجي هلا لهون انا اللي بعمله بعمل لها سب اسامبلي بروبرتي، بيجي على الباراميتر بقول انا عرضها مترين ونص وبعمل ابلاي، برجع
صار هي عرضة مترين ونص، بيبقى عندي أنا ظبط السلوب اللي هن قالوا لي 4-1 رايت كليك صار بأسملي بروبرتي، بيجي لهون 4-1 يعني 25 سنتي، بقول له أنا أبلاي، هو خلص لي الترانش. شو بقى عندي غير الترانش؟ بقى عندي هيدا الدايلايت اللي هن شغلين عليه اللي عم يقول لي انه طول 6 امتار لهون وسلوب 2-1. خلينا نجي نعملها سوا ونشوف كيف بنعمل. نجي لهون بنجي على الطول باليت سلا وبنجي على شيء اسمه دايلايت، بننقي دايلايت بيسن بس يعني بسكر وبيجي وين بدي اعطيه. انهن هون اعطينا الدايلايت مبلش معهم، هن مبلش معهم من التوب اوف وول اللي هي هون. بيجي انا بعمل كليك بقول له نزل لي اياها. فاذا هلا هو شو عمل؟ نزل لي الديلايت. خلينا نفوت على الديلايت ونظبط الباراميتر تبعه سب اسامبلي بروبرتي. هذا هو الديلايت باراميترز. خلينا نفوت كلنا سوا على السب اسامبلي هيلب لنعرف كل وحده هودي شو هي. نيجي لهون بيفتح لنا هذا الشيء اللي هو الهيلب تبع الدياجرام تبعه. عميل هيدي اسمها فور سلوب، هيدي اسمها بسان، هيدا القطول. انا الفور سلوب ما بدي اياها، بدي البسان يكون عرضها 6 امتار مثل ما هن قايلين لي، وعندي اخر شيء سلوب 2-1. فاذا البسان الفور سلوب قلنا ما بدنا اياها، فرح نحطها 0 الابلاي. سوري انا اخطات يا شباب. هذا نجي على الديلايت بس، على الديلايت بس بسكر هودي، بحط الديلايت مثل ما هن قايلين لنا على التوب فوق من هون، بفوت بظبط الباراميتر تبعه. انا البسام مثل ما حكينا ما بدنا اياه، بدي الفور سلوب بدي اياه 2-1 مثل ما هن قايلين لنا، والعرض بدي قايلين لنا اياه 6 امتار. فبيجي هلا بظبط الباراميتر تبعه، ببص هون سب اسامبلي بروبرتي، بيجي على الباراميتر بيجي بقول له انا البس ما بدي البس وين هو حطه، هو هيدا اللي بحطه 0. بعمل ابلاي فلغي لي اياه، بقى عندي هيدي اللي هي الفور سلوب. الفور سلوب الويتس تبعي اللي 6 امتار، بيجي لهون انا بقول له 6 امتار طول لي اياها لحو طولت معنا، السلوب اعطيني اياها 0، فانا بحط له 1000 وحده كذا وحده بقول له انا ابلاي وجلس لي اياها. يبقى عندي انه عندي داي لايت دغري اللي 2-1. ما عندي انا ما عندي هون البيرمتس، هذه البيرمتس هذه شايف اللي هون بدي الغيها، بيجي بقول له انا حط لي اياها 0 كمان ابلاي. هلا كل اللي بقي عندي شو؟ ظبط البسان سلوب اللي هو قالوا لي 2-1، بحطها 2 لا سوري هون الكات سلوب بحطها 2 والفل بحطها 2 وبقول له انا ابلاي صاروا 2. اوكي هيك صار ريدي. نحن عنا بيبقى عندي شغلة بس خلينا نفوت نظبط الليبلينج هون، رايت كليك على اسامبلي بروبرتي، راح اجي انا لهون على البيزك، اعطوني ان هذا البيزك اللي عم نشتغل عليه نحن او سوري هذا البيزك اللي عم نشتغل عليه نحن، نفوت عليه لهون هودي الكود، نجي لهون على الكود، نجي على اللينك، نروح على تبع الديلايت، ديلايت هيدا الليبل ستاب جريد، راح اجي لهون خليني نحطه 0.5، خليني ما اعمل له جاب كثير، حط له اياها هيدي حطها 0 اول شيء، حطها 0 والجاب اللي هون حطها بيبقى 0 هيكون كثير قريب عليها. وخلينا كمان صغر هذا حتى 0.2 بعد اوكي ليكون شكله واضح. عندي رح له هون ابلاي، رح له اوكي ابلاي، هيك صغره عندي هون حتى صار باين شكله اوضح. هلا صار فينا نجي نعمل شو؟ صار فينا نجي نعمل الكوريدور. خلينا نتاكد اذا كل شيء اشتغلناه مزبوط. هيدا الريتيننج وول عملناه، عملنا له زبطنا الترانش، عملنا هيدي 6 امتار 2-1، نتأكد اذا عملنا 6 مترز بس بتخيل مبلا. نجي انوتيت دايمنشنز
من هيدي لحي الست امتار. تمام، هلا صار فينا نجي نعمل كوريدور، نجي كوريدور كوريدور ار دبليو راح سميه هيدا الالاينمنت، هيدا الفينش جراوند والاسامبلي هيدي اللي عملناها، والتارجتنج سيرفاس رح نقول له اوكي، رح نقول له اوكي. نجي هلا على الفريكوانسي، خلينا نحطه along tangent كل 25، على الكيرفيت خليه يحط لنا اياه كل 5، اذا كان عندي سبايرال حط لي اياه كل 5، على الفيرتيكال كيرف قول له ما عندي، رح له اوكي. وبنجي هلا على التارجت، نجي لهون بننقي له اجي الاكزيستنج جراوند هي التارجت، رح له انا ابلاي، رح له ابلاي، رح له ريبلد كوريدور، رح له انا اوكي. وهيك عمل لي هو الكوريدور. تمام، هون هذا طالع لبرا عندي بالديزاين، فانا بدي زبط شوي الالاينمنت، رح اجي اطلع الالاينمنت من هون، اخده شوي لهون يكون صغرته، وهيدا اخده خليه يبلش معي من هون، هيكون انا صغرته. وصار اكيد هلا عندي ابديت للريتيننج وول اللي ريبلت. خلينا نشوف اذا بعدنا لاقطين كل شيء فيه. بنجي على الاوبجكت فيور لنطلع نحن هلا، نجي نطلع اذا عندي شيء اشط من ميلي او لا. خلينا نجي نطلع فيه شكله كيف طالع معنا يا شباب. إذا جينا عملنا زوم ويندو على الميل اللي هون، فإذا هيدا الشكل اللي طالع معنا. هيدا الترانش مثل ما شايفينه، هيدا الوول طالع معنا، هيدا الديلايت اللي احنا اشتغلنا عليه، يعني هيدي عروضة، هيدي 6 أمتار جالسة وبعدين نازلة سلوب 2 على 1. هلا خلينا نجي نعمل سامبل لاين، نجي سامبل لاين نعمل انتر. هيدا الريتيننج وول، هيدا الاكس اللي عم نشتغل عليه. سوري، قبل السامبل لاين كان اللي المفروض نجي نعمل شو؟ نعمل سيرفاس للتوب وللديتم. فبنجي على السيرفاس، اول شيء بيجي اول واحد بسميه تي عباره عن التوب، بيجي لهون بنقي انا التوب وبقول له بلس الاوفر هاند كوركشن تكون توب لينك. بعدين بيجي لهون للداتم، بيجي لهون بياخذ الداتم كمان بعمل له اد، وبيجي لهون هو باتم لينك وبضوي هيدي، وبيجي على الباوندريز هيدا بقول له اكستند اوتر باوندري، وهيدا بقول له اكستند اوتر باوندري، رح له ابلاي، رح له ريبل كوريدور. هيك يكون نحن خلصنا. هلا اللي بدنا نعمله نجي نعمل سامبل لاين انتر. هيدا الاكس اللي عم نشتغل عليه نحن، اكس الريتيننج وول اكزيستنج جراوند تاع نعطيها ستايل اللي هي اكزيستنج. خلينا نفوت نظبط اللون واللاين تايب تبعه، خليه يكون داشت اوكي. الار تي الار دبليو نتركه بيزك، او اذا حابين فينا نحطه فيو از شيدد، بس ما راح يعطينا يمكن شيء. هلا الريتيننج وول توب راح يكون الفينش، وهيدا راح نعطيه ستاندر اللي هو هيدا. خلينا نشوف اللون اللي اخده ستاندر شو اخده السكشن اخده. هيدا خلينا نعطيه لون الاصفر، بدنا نقدر نميزهم عن بعضهم بالسكشن. وهلا بقول له انا ابلاي، بقول له انا اوكي، بقول له اوكي، وبقول له اوكي. راح اجي اعمل سامبل باي رينج اند ستيشن، راح اقول له الويتس 20 ب 20 اكثر من كافي عندي، وعلى 25 وعلى الكورفيت 25 راح اقول له اوكي، انا هيك موافق. اوكي، هلا صار فيني اجي والسكشن كرييت مالتيبل سكشن فيو. هلا بدي نزل السكشنز، بيجي هون نيكست درافت، ما بدي اشتغل انا على طريقه البرنت. بيجي لهون، بيجي لهون، رح نقي التمبليت الخاصه فيي انا، رح اقول له الاكزيستنج اخذ لي اياه من الاكزيستنج، وهيدا اخذ لي اياه من الاكزيستنج، هيدا اخذ لي اياه من التوب. الفينش انا طبعا هو التوب اللي هو كعب هلا الهايت، وهيدا بنتركها ما لنا مشكله عليها. بنجي بنقول له نزل لي هون لو سمحت هون. بالحلو هو هلا نزل لي السكشنز، خلينا نشوف شو صاير عنا لحيه. هالطريقه اللي اشتغلنا فيها نحن، خلينا نشوف غير محل كل شيء تمام. كان بيسوى نعمل داي لايت هي زيتها هي اللي عملناها على الميلي، نعملها من الميلي كمان للتسويق. كله تمام، هذا الحايت نازل معنا، هيدا الفينش جراوند بلش معنا من هون.
يعني ما منطلب منا شيء ميلة اللافت، كل اللي طلب منا ميلة الرايت. لو مطلوب منا نظبط ميلة اللافت كان هي ذاتها هذا الديلات، فينا ناخذها من هون ونصغرها، بس اتس اوكي هيك مثل ما هي. اوكي عظيم عظيم عظيم. هلا نجي نعمل كومبيوت ماتيريال، نوقف حيلا سكشن من هول، نجي نقول له كومبيوت ماتيريال. وهلا اهم شيء بالكومبيوت ماتيريال كنت انتبهوا على شغله الاكزيستنج، رح ننقي هيدي. نجي على اول شيء بالداتوم، اول داتوم رح ننقيه الدي، وثاني واحد رح ننقي التوب ليميز وين عندي حفر وين عندي ردم. رح اقول له انا اوكي، هيك عم يحسب لي الحفر والردم. اذا بتنتبهوا، اذا فينا نفوت هلا لنظبط الهاتش تبع رايت كليك سكشن فيو جروب بروبرتيز، اذا جيت لهون على السكشن فيو نزل لي الريموف ونزل لي الفل، بيجي على الكت لهون، بيجي هون بالبلان بحط سكشن وبقول له انا اعمل لي الهاتش تبع فيرجول 5 خليها باللون الاحمر، وين عندي انا كت وين عندي ردم اترك لي اياها باللون الاخضر. بنجي على السكشن لهون وبنحطها 5 كمان، هون بنقول له اوكي، بنجي بنقول له اوكي، بنجي بنقول له اوكي، بنجي بنقول له اوكي. وهيك شو عمل هو؟ اجا ردم لي من هالميلي، ميلة الردم كلها سوا ردمها، كان بيسوى اعمل ديلايت انا من هون هيك. وهذا الحفر اعطاني اياه، خلينا نعمل ديلايت لانه هو اخذ الديزاين لهالميلي. وهون نفس الشيء، وهيك طلع لي كميات الحفر والردم. طبعا هون نحن مش قادرين نوقف كمية الردم بهالميلي بسلوب جليس، اكيد بدنا نعمل ديلايت. خلينا نجي على هذا الاسامبلي اللي هون، هو ذاته فيني اجي لهون قول له ميرور، قول له اعطيني اياها المره من هالميلي من هون، وبيجي بظبط له انا السيتنج تبعه. بس هالمره بالبارامتر شو راح اعمل؟ راح اترك له السلوب بس، اقبص على هي رايت كليك سب اسامبلي بروبرتي، راح اجي على البارامتر لهون هيدي الفور سليب الويتس، حتى خلينا فيرجول 0 انا اتركها ميلي، بنقول له ابلاي. وهيك انا اذا جيت هلا على الريتيننج وول على الكوريدور قلت له ابديت، قلت له ابديت. اذا جينا هلا لهون على الكميات وطلعنا، صح، بدنا نفوت على البروبرتيز، بدنا نجي هلا على البارامتر، نجي على التارجتينج، نجي ناكد له التارجتينج تبعنا هي راح تكون الاجي. اوكي راح اقول له ابلاي، راح اقول له انا ابلاي، راح اقول له ريبلت كوريدور، نشيل هيدا الايرور طلع عنا هلا، ونجي نطلع رح هو عمل لي سلوب. تمام يا شباب، رح هو عمل لي سلوب على الردم تبعي كله سوا، وكل شيء تمام. وهلا صار فينا نطلع الكميات. خلينا نوقف رايت كليك سب سكشن ريفيو جروب بروبرتي، نجي على السكشن، نجي على تشينج، نجي على الفوليوم تيبل لهون، بيجي بنقي له انا الماتيريال اللي انا منقيها، بقول له انا اد هودي هن اثنيناتهم، رح نقيهم خلصان، نقي لي البيزك، والبيزك بنطلع بالسيتنج تبعها لنظبط الديسبلاي تبعها يكون واضح عنا. أربعة خلينا نحطهم اثنين باللون أبلاي، باللون أوكي، وباللون نزل لي هون. هلا بنزل لي تيبل كميات الحفر والردم عندي. أوكي بالطريقة يا شباب كون نحن تعلمنا أول شيء كيف نعمل سب أسامبلي فروم بوليلاين، تعلمنا كيف نعمل ديزاين للهايت. اوقات بس ينزلوا عندكم هيك التيبلز بخط مش مفهوم راكبين فوق بعضهم، كل اللي عليكم تكبسوا على يلا سكشن من هون تقول له ابديت الجروب لاي اوت، وهيك بظبط لنا اياهم، وهيك طلع لنا كميات الحفر والردم. ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من الفيديوهات يا شباب، بتمنى البعض ما عمل سبسكرايب يعمل اذا حبينا نشوف اللي نحن اشتغلناه بالاوبجكتيف فيور. كل اللي علينا نعمل شغله واحده قبل، فينا نبوس على الكوريدور هلا، هذا الكوريدور بنقول له اكستراكت كوريدور سوليد، ومنيجي لهون بقول له اول انتر، بطفي كل شيء من هون، بيجي بقول له مثلا بدي الريتيننج وول،
بدي انا ريتيننج وول بس، بقول له انا نيكست نيكست، بيسالني بنفس الدروينج ولا بتاخذهم على دروينج ثاني؟ رح اتركهم نفس الدروينج، راح له اكستراكت سوليد، هيك نزل لي اياهم. انا هلا لف شوفه، فيني اوقف هون، هذا 3 دي سوليد وهذا الكوريدور اللي انا عملته. رايت كليك بيجي على الاوبجكت فيور. هلا واذا جينا طلعنا هيك، جينا من هون هيك عملنا زوم، اذا بتنتبهوا مبين معي الترانش، مبين معي الترانش ومبين معي الهايت لانه عملت له اكستراكت سوليد. فيني كمان انا الترانش كمان فينا اعمل له اكستراكت سوليد، فيني بص على هذا الكوريدور بيجي اكستراكت سوليد بقول له اول، في هودي كلهم فيني انزل على الترانش بايب اللي هو هودي بقول له نيكست نيكست كمان بنفس الدروينج. وهلا فيني اجي اعمل سلكشن لهور، رايت كليك بقول له اوبجكت فيور، خلينا نشوفه بالاوبجكت فيور كل مساوا كيف صاروا معي. نعمل ويندو من هون لحو هذا الترانش مبين معي، هذا الترانش مبين معي، مبين معي كل شيء. يا شباب ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من الفيديوهات، اللي بعد ما عمل لايك ما عمل سبسكرايب بدي منكم سبسكرايب حتى يوصل الفيديو لاكبر عدد من العالم.